شنو الشيء اللي حبيته بعد ما كنت تكرهه؟ أنا أكره أني أحب بني آدم ما أدري إذا إحساسه يعني اتجاهي صجي ولا مو صجي، ما أدري إذا هو يحبني ولا ما يحبني. فشيء اللي كنت ما أحبه وكنت أكرهه وحبيته هو أني أرضى أعيش معلق وبين البينين، بين أني أدري بأن أنت متعلق فيني ولكن ما أدري أنت إيش كثر تحبني. هالشيء هذا كنت أكرهه، ما أقبل على نفسي أعيش مع بني آدم أو حوالين بني آدم يعطيني من مشاعره فقط ما يريد ويخش بقلبه كل اللي هو يبي. أندفع ولاقي نفسي مندفع جدا أمام نسبة قليلة من المشاعر اللي قاعد تهدى لي، وأعيش معاها شعور كأني أنا وصلتني أجمل أحاسيس من قلبك، ولكن أكون على يقين دائما أن اللي في قلبك أكثر من اللي أنت قلته. فأنا هذا الشعور على كثر ما أنا كنت أكرهه قمت أحبه، بس لأن هذا الشعور قاعد يجيلي منك فصرت راضي أني أسأل نفسي كل يوم، فكر فيني، يشتاق لي، يحبني، وده يسمع صوتي، وده يشوفني، ولا أنا ما قاعد أطري على باله أبد؟ يقصدني لا كتب هالكلام، يقصدني لا سمع هالغنية، يقصدني لا ابتسم بهاللحظة، ولا يقصد بباله أحد ثاني. تخيل على كثر ما هذا الشعور مزعج ومتعب، إلا أني أنا رضيت أعيشه بعد ما كنت أكرهه بس لأن أنت المعني بالموضوع، وشخص كنت ما أحبه كنت أكرهه ورجعت وتأكدت أني أنا أحبه همه أنت. لأن على الرغم من جميع ما سبق من مآسي، من أحزان، من ليالي طويلة، ومن نكران وصد وهجران، إلا أني دائما ألاقي نفسي الأجمل بين عيونك، والأصدق في حروفك، والأوضح بإحساسك، والأقرب إلى قلبك. مهما اختلفت عليك جميع أنواع التسميات، إلا أن أنت بني آدم كنت ما أحبه واليوم أحبه، وأحبه وايد بعد مو شوية. لذلك على الرغم من كل شيء، أي إحساس ييلي منك، أي شيء ييلي منك، على كثر ما كنت أكرهه صرت أحبه. أكره أني أرسل حق أحد رسالة ويرد علي بعد مدة طويلة، بس دام أنه منك أحبه. أكره أني أتصل ببني آدم وما يرجع يتصل فيني إلا بعد فترة. كنت أكره الإحساس لكن منك أحبه. أكره أني أنا أشعر بأن انتباهك مو بس حقي أنا، وقلبك مو بس لي أنا، هذا شيء كنت أكرهه بس علشانك أحبه. أرضى بالقليل بس علشان أكون حوالينك، أرضى بأي شيء يلي منك. ليش؟ لأن كل شيء بالدنيا كنت أكرهه بسبتك صرت أحبه، كل شيء بالدنيا كنت ما أبي معاك صرت أبي. ويخرب بيته هذا الإحساس بأنك يوميا تعيش معلق ما تدري وين توقف، مكانك مرة بالسماء طاير بسبب وايد أشياء حلوة قاعد تنقال لك، وايد رسائل حلوة قاعدة توصل لك، وايد مشاعر صجية تلامس قلبك، وثاني يوم تلاقي نفسك عادي بسبب أهمال وبسبب أنه يكون لاهي مع اللي ماخذينه ومع اللي ملهينه. تلاقي نفسك أنت ما تدري إذا أنت بالمد ولا بالجزر، ما تدري إذا أنت بالسماء ولا على الأرض، ما تدري شنو لازم تفكر ولا تدري شنو لازم توصل حق نفسك إحساس. هذا كله كنت أكرهه، والله العظيم أني كنت أكرهه، بس صار يلي من شخص عجزت أني أكرهه، تفنن فيني بكل شيء ممكن أنه يوترني، صرت أحب التوتر دام أنه قاعد يلي منه. أي أنواع الاستسلام قلبي مستسلم، أي أنواع الرضوخ عقلي راضخ، أي أنواع المشاعر الحقيقية قاعدة تلامسني صرت أرضى وأسكت وأقول ما عليه. أعيش بيني وبين نفسي حب لعل عسى في يوم من الأيام يوصل لك. أغار عليك واهتم فيك، ولا أبي أي بني آدم يدلعك ويغليك، ولا أبي أي بني آدم يتقرب من دنياك أبد. أبي أنا واسمي وطاريي، أبي صورتي، أبي بس أنا اللي ساكن عقلك ومخك فيني. أنانية خطيرة معاك، أكره الأنانية ما أحبها، بس معاك صرت أحبها. يخرب بيتك اللي قلبت كل موازيني، خليت كل شيء كنت أكرهه لأجل عيونك أحبه. وأنت شكراً.